الذي جمع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي مع عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة برتران كوشيري ورئيس مجموعة الصداقة التشادية الفرنسية بالجمعية الوطنية موسى خدام وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية. وخلال اللقاء تباحث معهم حول سبل التعاون القائم بين تشاد وفرنسا في مختلف المجالات والدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تعزيز الأنظمة الديمقراطية وتوفير السلام وجلب الأمن والاستقرار لمختلف المجتمعات. وعقب خروجه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك قال بعد وصوله إلى البلاد منذ 3 أيام قام بعدة زيارات مختلفة، كما شكر الحكومة التشادية التي لعبت دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في عدد من الدول الإفريقية المجاورة. أضاف إن أعضاء الجمعية الوطنية يسعون لتعزيز التعاون بين تشاد والدول الصديقة وتوحيد الرؤى في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.